سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا، نتمنى أنكم دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، والله يحفظكم ويحفظ لكم ويعز عليكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. خوت مرحبا بنا، اليوم جينا غنشارك معكم واحد بقعة أرضية جميلة ورائعة ومتميزة، موقع ديالها استراتيجي، والثمن إن شاء الله راه غادي يكون في المتناول. الثمن ديال هاد الفيلات خوت مرحبا بنا اللي غادي نشارك معكم اليوم غادي يكون في المتناول، والثمن اللي كاين دابا راه ماشي هو اللي كان قبل غير بواحد 5 سنين، وماشي هو اللي غادي يكون إن شاء الله قبل بواحد من بعد واحد 5 سنين. لهذا انا كنحثكم انكم خذوا بقعه ارضيه، خذوا شقق، خذوا منازل، خذوا محلات تجاريه، رغم انك ما غادي تستغلوا، غير خذوا ان شاء الله راه غير الامتياز اللي غيكون عندك غير تاخذه وتخليه، راه غيكون عندك فيه ارباح ان شاء الله الرحمن الرحيم، افضل من انك تحط الفلوس ديالك في البنك. خذ العقار وخليه ان شاء الله راه دائما كيطلع. غادي نشارك معكم اليوم جوج ديال البقع الارضيه ديال الفيلات، شاركنا معكم البارح بقع ارضيه ديال المنازل المستقله في مدينه عين عوده، اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال البقع ارضيه صالح لبناء فيلا في مدينه تمارا. الثمن ديالهم ان شاء الله غادي يكون جد مشجع، والموقع ديالهم راه في شارع طارق بن زياد. غادي نقلبوا الكاميرا باش نوريكم الموقع بالضبط ديال هذا العقار هذا خوتنا احبابنا الجميل والمتميز. حنا دابا راه في شارع طارق بن زياد، تجزئات بالحاج، تجزئات بالحاج راه في شارع طارق بن زياد، فيلات رائعه ومتميزه. بقاو معنا خوتنا احبابنا، غادي نقلبوا الكاميرا ونوريكم الموقع رائع ومتميز، والثمن راه روعه، وكذلك ان شاء الله راه الثمن ان شاء الله دائما كيكون قابل للتفاوض، والثمن في المستقبل راه ماشي هو هذا اللي غيكون اكيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. خوتنا احبابنا بقاو معنا نقلبوا الكاميرا باش تشوفوا الموقع بالضبط ان شاء الله الرحمن الرحيم. سيدنا راه الحي هو هذا كيف ما كتشاهدوا معنا، حي اللي راقي، واهم من هادشي انه قريب لنا المرافق. انت ساكن في الحي اللي راقي، بعيد عليك المرافق، بعيد عليك الصداع ديالهم، وبعيد عليك الضوضاء ديال المحلات التجاريه وكذا، ولكن في نفس الوقت راهم قراب لك المحلات التجاريه، قريب لك الطوبيس، قريب لك المواصلات، يعني جميع المرافق قريبه لك. ها انتم الحي كيف ما كتشوفوا، الهدوء والكالم والسكينه، وهذه الحراسه 24 ساعه على 24 ساعه. غادي نشارك معكم جوج ديال البقع ارضيه صالحين لبناء فيلا من ثلاثة ديال المستويات، المستوى تحت الأرضي والمستوى الأرضي والمستوى الأول، زائد السطح بطبيعة الحال. حنا غادي جميع التفاصيل نشاركوها معكم، بغيت غير نوريكم الحي كيفاش داير. هذا هو الحي وهذا النيت هو الشارع اللي فيه جوج البقع الأرضية، وما هادو إن شاء الله حنا وصلنا لهم. بقاو معنا خوتنا أحبابنا، نهبطوا من السيارة إن شاء الله نوريكم الموقع ديالهم بالضبط. المهم هذا هو الحي، وهنا راه عندنا واحد المدرسة خصوصية، وهنا راه عندنا الحراسة، وهادو هما البقع الأرضية اللي غادي نشاركوا معكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. انتم سيادنا اعزائي المشاهدين طيبين، الله يحفظكم ونجيكم. الموقع هو هذا والحي هو هذا كيف ما كتشاهدوا، حي جد راقي وجد رائع وقريب للمرافق بطبيعه الحال، وعنده مستقبل ان شاء الله ظاهر. والبقع الارضيه راهما هادو، عندنا جوج ديال البقع الارضيه ملاصقين، 336 و330 متر. بغيتي بقعه واحده مرحبا، بغيتي جوج ديال البقع مرحبا. ها انتم اخوتنا احبابنا، جوج ديال لي فاساد اوبوزي. هذا هو الحي كيف ما قلنا، راه البناء ديالهم غيكون على ثلاثه ديال لي نيفو، الطابق تحت الارضي والطابق الارضي والطابق الاول بطبيعه الحال زائد السطح. مساحه 336 ومساحه 330. موقع مدينه تمارا، شارع طارق بن زياد، تجزئات بالحاج راه معروفه، جات مباشره على الشارع ديال طارق بن زياد. الشارع هذا راه هو اللي كهبطنا لشارع طارق بن زياد، المؤدي لمدينه الرباط، المؤدي لحي الرياض. هذا الموقع هذا راه ما كيبعدش الا حوالي واحد 20 دقائق على مدينه الرباط، ما كيبعدش الا حوالي 5 حتى 7 دقائق على ميلانو. ها انتم اخوتنا احبابنا، هما هذو البقع الارضيه. بالنسبه للثمن ديالهم اخوتنا احبابنا 5800 درهم المتر كاري، 5800 درهم المتر كاري، وكذلك راه قابل للتفاوض. الثمن راه جد متميز، الثمن راه جد مشجع بحكم الموقع ديالو الاستراتيجي. وهذا الثمن هذا راه كيف ما كنقول لكم اخوتنا احبابنا، راه واخا غير تشري هذه الارض هذه وتخليها راك رابح، راه ما خاسرش بصفه نهائيه. شري الارض اخي واختي المشاهد والمشاهده، راه غترجع لك غير بالنفع ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو الموقع وهذا هو الحي اللي كنتمنى انه ينال اعجابكم ورضا ديالكم. هذه الفيلا هذه راه حتى هي راه عندي، هذه الفيلا هذه اللي باقا سمي فينا، راه سبق لي شاركتها معكم، راه حتى هي عندي. اللي بغاها ولا اللي بغى هذه البقعة الارضيه ولا اللي بغى شي حاجه اخرى مرحبا به. حفظكم الله خوتنا احبابنا، نتمنى انكم دائما تكونوا بصحه وعافيه. السلام عليكم ورحمه الله.